الرئاسة الجزائرية تشرع في توجيه دعوات لشخصيات وطنية من أجل قيادة الحوار الذي دعا إليه الرئيس المؤقت عشية 5 يوليو الماضي، شخصيات من دون أي انتماء سياسي تقلدت سابقا مسؤوليات لكن لم تتورط في قضايا فساد ينتظر أن يفصح عن هوياتها قريبا. يجب تفادي تلك الشخصيات البارزة التي أيدت العهدة الخامسة حتى لا تتصادم رئاسة الدولة اليوم مع الحراك ومع المعارضة. يعد الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي واحد من بين الشخصيات المتداولة لقيادة هذا الحوار. رحابي كان أشرف على إدارة حوار المعارضة مع ممثلي المجتمع المدني الأخير، ورغم توافق مخرجاته مع مقترح السلطة إلا أن البعض متخوف من فشل جولة الحوار الثانية قبل انطلاقها. ما نرضاش أنه يكون هناك حوار ولا وساطة والناس مازالت مسجونة، خاصة شباب الحراك ولا أصحاب الرأي السياسي إلى آخره. ما نرضاش أنه يكون هناك حوار بوجود الحكومة الحالية. نحو تعيين وسطاء لترجمة مطالب الحراك وتمثيله في الحوار المقبل يتجه المنتدى المدني للتغيير، خاصة مع بداية تراجع زخم التظاهرات في الشارع. قضية وطنية وحدها، الرياضة وحدها، لو كانت تتحقق كوب دافرينغ إن شاء الله نجيبوها بإذن الله، بس مازال عندك الحراك. ما نظنش باللي الشباب الجزائري بالكرة تنسيه القضية الأساسية تاعو ألا وهي التغيير. وسط هذه الأجواء السياسية تتوجه أنظار الجزائريين صوب بطولة كأس أمم إفريقيا التي بلغ منتخب الجزائر لكرة القدم فيها المباراة النهائية، أمر من شأنه أن يشكل استراحة لجميع الأطراف. استراحة لا تعني حسبهم نهاية الحراك الشعبي، لأن الكثير من إنجازاته تحتاج مزيدا من الضغط لترسيمها وإحداث الانتقال الديمقراطي وفق تطلعات الملايين. عبد القادر خربوش، العربية، الجزائر.